السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهي الحلقة 62 من سلسلة برامج اندرويد. هاي 5 تطبيقات اليوم. اول تطبيق سبراي، ثاني تطبيق صور تعديل على الصور، ثالث تطبيق خلفيات كواد اتش دي، رابع تطبيق مشغل موسيقى، الخامس دورفمون. خلنا نشوف أول تطبيق. هذا التطبيق تضغط عليه عمود يطلع السبراي. هنا عندك بعض الشغلات تقدر تنزلها وتستخدمها. هذا التطبيق، خلنا نشوف التطبيق اللي بعده. مثل ما شايفين هذا التطبيق، هنا عندك التعديل، هنا عندك شير، وهنا عندك تختار صورة. من الاستوديو خلينا نختار صورة من الاستوديو. هذه الصورة تضغط على هذا الخيار، عندك هنا عدة أشكال، فأنت تختار اللي يعجبك وعدل على الصورة. بعد أن نعطيها هذا الخيار، هذا التطبيق. خلنا نشوف التطبيق اللي بعده. مثل ما شايفين هنا عندكم عدة صور، هنا عندكم عدة صور هذا المكان. هنا هاي الصورة تقدر تنطيها حفظ، تقدر تخليها كخلفية. مثل ما شايفين هذه الخيارات، تقدر تخليها خلفية للجهاز، تخليها خلفية للقفل، تقدر تخليها خلفية لشكل واحد، مثلا تخليها كخلفية للجهاز. مثلا هذا الشكل من الصورة ناخذه، تنتظر لحد ما يكمل. نشوف الخلفية صارت أو لا. مثل ما شايفين خلفية واضحة بشكل حلو. أكيد عرفت الشكل مالتها شلون واضح وحلو. شوف نقاط الماي، هذا التطبيق. خلنا نشوف التطبيق الرابع. مثل ما شايفين عندكم هنا الخيارات، طبعا مع الدول الأغنية، خل أشوفكم للتأكيد. مثل ما شايفين ولا أغنية أبدا. أنا متأكد. مثل ما شايفين إذا يقول لك ماكو أي موسيقى في الجهاز، فهو مشغل موسيقى عادي. هذا ملف راح تبحث على أغنية بشكل كلش حلو. شوف التطبيق الخامس والأخير. مثل ما شايفين تطبيق بوروسيا دورتموند، خلفيات بوروسيا دورتموند. مثلا هاي الخلفية تدخل عليها، تقدر تخليها كخلفية للجهاز. خلت خلفية للجهاز، مثل ما شايفين هاي الخلفية، خلفية واضحة وحلوة. مثل ما شايفين من يدعموا القناة، هنشوف دعمكم حلو القناة. هنوصل 400 مشترك بأقرب وقت إن شاء الله. مشترك خلي يشترك، يا القديمة خلي يشوفهم. كان معكم سالم، مع السلامة.